يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن حاجة القلوب إلى ذكر الله سبحانه وتعالى كحاجة السمكة إلى الماء، فما حال السمكة إذا فارقت الماء؟ تراها كيف تضطرب اضطرابا شديدا؟ وهكذا الشأن في القلوب إذا فارقت ذكر الله عز وجل اضطربت، وبدأ يدخلها من القلق والهم والغم والحزن بحسب بعدها عن ذكر الله.